ننتقل إلى الزميلة ماري اللي تضعنا في صورة محركات الأسواق الخليجية. يعني يبدو مزاج عام إيجابي في الأسواق اليوم. ماري صباح الخير. والأنظار تعود صباح مجددا يمكن النور. إلى سهم إعمار تحديدا في أسواق الإمارات. صحيح محمد، صباح النور لك وللجميع. يعني فعلا الملفت اليوم كان القرار اللي صدر من قبل مجلس الإدارة تبع إعمار بالأمس، من بعد ما حددوا الجمعية العمومية ب21 سبتمبر إدراج بند استثنائي أو سبيشال ريزولوشن، اللي هو بيعنى برافع ملكية الأجانب الشركة ل100% من 49%. الخبر لقى استقطاب جدا قوي من قبل المستثمرين ولقى إيجابية جدا عالية. يعني بالنسبة للمحللين بيوت الاستثمار، إذا مرق هذا البند وتمرر من قبل المستثمرين ممكن يستقطب سيولة تقدر تقريبا ب 300 مليون دولار على السهم. فهذا خلق الإيجابية اللي كنا بالفترة السابقة، يعني من بعد خبر الاستحواذ أو بيع شركة نمشي للنون من قبل مجلس الإدارة أو الطرح تبعهم، لقى نوع من سلبية على السهم. ولكن اليوم رجعنا عم نشوف ارتفاعات خلال يومين على سهم أعمار خط 7%، ورجعنا لمستويات كنا آخر مرة شفناها بشهر 5 من 2021 من 2022. فسهم أعمار عم يدعم القطاع العقاري اللي صار مرتفع تقريبا بحدود 3% لسوق دبي، وهو الداعم الأساسي بالنسبة للمؤشر. صورة مغايرة بسوق أبو ظبي، ما عم نلاقي نفس الزخم على الأسهم بنفس الطريقة اللي عم نشوفها بسوق دبي، ولكن الإيجابية كمان مستمرة وممتدة على بقية الأسواق. يعني عم نشوف ارتفاعات بالسوق القطري. بالسوق القطري أغلبية الدعم عم بيكون من قبل الارتفاعات اللي عم نشهدها على أسعار النفط، اللي هي تخطت تقريبا 102 دولار، يلي دعم الارتفاعات اللي عم نشهدها على سهم اندستريز قطر يلي مرتفع اليوم تقريبا ب 2%، وبالامس كمان هو الداعم للمؤشر وارتفع كمان تقريبا بحدود 2%. يعني في اسهم محدد محمد هي اللي عم تستقطب المستثمرين، وهي اللي عم بتلاقي حيز من عندهم بهذه الفتره. هلا بالسعوديه حكى اوريدي الزميل عماد عن النتائج تبع الشركات، بضل في عنا مصر. محمد سعيد بعتقد بيعطيكم صوره اوضح مني عليها. شكرا لك ماري، دائما معلومات قيمه.